يا نفس إن لم تصبري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعظم لحظة وأعظم حقيقة وأعظم مشهد ستشاهده في حياتك هي لحظة الموت ورؤية العالم الآخر. هنا تتحدد حياتك، تتحدد حياتك الحقيقية. إما أن تكون سعادة الأبد وسرور الأزل، وإما أن تكون الرعب العظيم والجحيم المخيف. إن كنت من السعداء فلا خوف عليك ولا حزن بعد اليوم. قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنك الفزع الأكبر عند خروجك من القبر يوم النشور عند النفخة الثانية. تتنزل عليك الملائكة بالبشرى والإطمئنان والنصر والأمان، يقولون: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذه اللحظة التي كنتم تنتظرونها أيها الصالحون، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. في هذا الموقف المهيب المخيف الفزع الأكبر، الله سماه الفزع الأكبر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، في هذا اليوم المهيب أنت تكون في الأمان والراحة في ظل عرش الرحمن. لا خوف عليك ولا حزن ولا هم، ومن ظل العرش إلى الوفد يزفونك إلى الجنة زفا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، بقرب رحمن السماوات والأرض. وكما ورد بمعنى الحديث: يؤتى بالموت على هيئة الكبش فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. ويقال لأهل النار: يا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. وهم يعرفون أنه الموت، فيذبح ثم يقال: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت، خلود فلا موت. انتهى الحزن، انتهى الألم، انتهى الخوف، انتهى التعب، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ستلتقي بأحبابك الذين طال فراقهم في الدنيا بفرحة عظيمة وشوق هائل، تحتضنهم وتعانقهم عناق الشوق والحنين بعد الفراق الطويل، على سرور متقابلين، فرحين مستبشرين في النعيم المقيم، نعيم لا يتبدل ولا يتغير، في ازدياد وامتداد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى: وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقيل: الحمد لله رب العالمين، وقيل: الحمد لله رب العالمين.